الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة واللي كنتمنى تعجبكم. غادي تكون أو غادي نتكلموا فيها على البيبة ديال العيادي وباب جينيرال اللي سبق تكلمنا عليه في حلقة سابقة، لكن غادي نعود ونرجعوا ليه في هذه الحلقة والأسباب اللي كانت وراء فتح هذا الباب هذا. لكن في البداية فضلا منكم دعموا القناة بالاشتراك باش تطور أكثر وتطور المضمون ديالها، وما تنسوناش من وضع لايك. البيبة ديال العيادي كتواجد في شمال المدينة العتيقة قبالة ولاية مراكش، وهي ممر كيربط حي الدوديات بالمدينة العتيقة. أصلا ماشي قديمة، تفتحت في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وقبل ما تفتح كنجيو من قاهر مصرع حتى كنوصلوا للمكان فين كاينه البيبه الان، وكندوزوا على الشمال، وكانت واحد الدردوبه كنهبطوا معها كتاتي لهذا الباب اللي قدامكم في الفيديو. اما السبب اللي تفتحت من اجله هذه البيبه هو اغلاق الممر اللي كان على الشمال، والاغلاق ديال هذا الممر رجع لواحد الحادثة كانت وقعت تمايا ديال شي موتور ضرب شي حد. أما الباب القصة ديالو كترجع ليام الحماية الفرنسية، حيث كان المقيم العام الجنرال ليوتي غادي يجي عند القيد العيادي للقصر ديالو، وما يمكنش يدوز من باب الخميس مرورا بالرحيبة ودرب الجديد ودرب مينسات باش يوصل لقاع المشرع، حيث كانت عدة اعتبارات منها أن المنطقة مأهولة بالسكان والضيق ديال الطريق، بالإضافة للخوف من إخدام الوطنيين على القيام شيء ما. جات الفكرة ديال فتح هذا الباب، وبعد الزيارة اللي قام بها الجنرال ليوتي للقصر ديال القيد العيادي سموه الناس باب جنرال. كان بالدفوف ديالو والزكارم والعساس اللي كان المرحوم بول عبد اللهوي. أما الآن بعدما تبعت قصور القيد العيادي وتحول القصر الكبير لفندق ودور ضيافة في جنبه، صبح هذا الباب داخل ضمن ممتلكات الفندق. أحبائي، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، دمتم في رعاية الله.